الحمد لله رب العالمين، من نصف ساعة انتهينا من عمل صرنا بادئين فيه ما يقارب أقل من 8 شهور بشيء بسيط. العمل كان يهدف لتفجير مركز قيادة معسكر وادي الضيف، بالإضافة إلى أكبر نقطة تجمع في وادي الضيف اللي هي تلة، معروف اسمها تلة السوادي. يا رب يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نصف مبنى القيادة.